بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام مشاهدي قنوات بين سبورتس نرحب بكم من أرسنال ستاديوم وفي إطار ذهاب الدور الربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي صدام إنجليزي إيطالي مباراة بقيمة ونكهة ومثقال دوري أبطال أوروبا كل فريق سيحاول اليوم أن يحقق النتيجة المطلوبة كل فريق تحت شعار نانس ينطلق ميتلاند كرة عرضية خطيرة في مناطق النابول كان عادي جدا يظل الفريق اللندني بركلات الترجيح مرة ثانية خسر الميدان 3-0 من الليتر موسم 2003-2004 ولكن أيضا عندما السهر فاز 10 لفريق أرسنال تلعب كرة من توريرا محاولة خطيرة للفريق في ديربي الشمس على حساب روما 4-1 في الأولمبيكو وأغنية من جديد لأرسنال محاولة خطيرة الكرة تمر ولكن في الصافرة حكم المباراة يحتسب كرة ترجع للفريق الإيطالي الفريق الإيطالي في تنفيذ ميرتينز ميرتينز داخل منطقة رأسية كوليبالي هي رامسي سطر كوليبالي تابع فرصة مساحة خطيرة وأرسنال رهيب رهيب الفريق اللندني كرة عندك فريق أرسنال سيلينسكي مرر وفرصة خطيرة والحارس بيتر تشيك ولكن المساعد يرفع راية التسلل لويس ينقل كرة ممتازة لسيلينسكي سيلينسكي محاولة خطيرة ولكن كوشيلني يتدخل المدافع الفرنسي في اخر لحظه محاوله ايطاليه من جانب فريق نابولي للاكازيت لاكازيت ارسنال خطير فرصه هدف هدف لفريق ارسنال عن طريق الويلز ايرون رامزي ارسنال يصل لمرمى نابولي باللمسه الواحده يتمكن من اختراق دفاعات الفريق الايطالي البدايه قويه مبهره رائعه جدا لفريق المدفعجية فريق ارسنال مره اخرى التمرير في العمق باتجاه فابيون واللقب اوروبي الوحيد 94 لقب كاس الكوس الاوروبيه في مقرور مشاركة اللاعب البرتغالي ماريو روي والكره ترجع من كره خطير جدا ارسنال ارسنال فرانشور توريرا والثاني الهدف الثاني عن طريق البيكوينيو ليون الاسد الصغير يسجل ثاني اهداف فريق ارسنال الهدف الثاني لفريق اللندني كيفية استخلاصها للكرة أمام توريرا بقميص سانتوريا يتذكر أيام الصام كرة في مناطق نابولي التمرير من كرة سنيت محاولة من أوباميونغ سهلة عن طريق سميريب هذا هو أوباميونغ نهائي تشامبيونز ليج ولكن قبل الوصول للنهائي في الربع النهائي أقصى نسكي لورينسو إنسيني يتكدر الكرة يسترجعها كرة سينيتش باليسار ينطلق لك كرة سينيتش كرة سينيتش محاولة خطيرة فرصة ولكن كرة تغلق غسال فرصة الثالث أوباميونغ مات لاكازيت يضيع الكرة ما زالت عند فريق أرسنال متابع رد فعل من شرب الطليان رغم التقدم الانجليزي 2-0 سكراتيس يمرر أرون رامسي ينطلق أرسنال عن طريق مسعود وسيل وحكم المباراة ألبرتو ماينكو يحتسب خطأ وفي الإياب فاز نابولي 2-0 لكن آنذاك لم تكن ركلات الرهبة هذه محاولة خطيرة أرون رامسي فرصة ثالثة الحارس سبحيدة توريرا توريرا يلعب أوباميونغ أوباميونغ ترتد الحارس مريت على مرتين مريت على مرتين مسمى جديد رامسي فرصة خرافية الدفاع على الكرة وحكم المباراة يحتسب خطأ على التمرير وسيري ماوا ميتلام الماب أوباميونغ يضيع الكابوني أرسنال بسهولة تامة يصل لمناطق نابولي ماريو روي إمام البرتغالي يختار التصويت ولكن كرة ماريو روي بعيد على مرمى بيتر تشيك إلى فلق الماج والساحر ما سعود وسير مرمى الدين وسير مع كوليبالي يتدخل السنغالي الكرة ترجع مرة أخرى لفريق نابولي كايخون محاولة للفريق الإيطالي كايخون فرصة والمريبكو يضيع إنسيني يضيع كرة ترجع نابولي يضيع هدف مسعود السيل لاكاسيت أوباميونغ ما هذا أرسنال ما هذا أرسنال أرسيت أرون رامسي لاكاسيت يمر الفرنسي ألكساندر والخطأ
في انذار في وجه الساي. وساي كان الحلقة الأضعف للفريق. كرة في مناطق نابولي، محاولة إنجليزية عند الحارس. إنسينيا ينفلق، لورينسينيا يلعب كرة عرضية تصطدم بالمدافع كوشيلي. تلعب كرة داخل المنطقة، اصطدام بالكرة من جانب بتلابير، يسترجع كرة الفريق الإيطالي. كرة في مناطق أرسنال، توريرا يتابع إنسينيا، إنسينيا لكايخون، كايخون كرة عرضية، الكرة تمر تتحول للتماس. رامي التماس لمصلحة أول إنجليزي لعب نابولي موسم 26-27، فرصة كبيرة والهدف، الهدف لإنسينيا ولكن في راية المساعد. موسم ماضي احتل أرسنال المركز السادس. كرة يلحق بها بيتر تشيك يلحق بالكرة والمساعد منع الركنية. المساعد يضبط الحالة، ركنية لنابولي، رصية من كاليب كوليبالي. العملاق يرزقي ويكسب ركنية ثانية لفريق نابولي. شوفوا الإعادة مرة أخرى، ركنية إيطالية، الكرة تبعد، مازالت خطيرة نابولي لكن في صبرة. كولاسينيتش لمسة من مسعود وسيل تبعد من كوليبالي. كوليبالي بعد كرة خارج الملعب، كان هو وراء إقامة هذه البطولة. نابولي لعب النهائي عام 70 وخسر امام نادي سوانتون تاون، مباراة دار فيها مسعود وسيل. وسيل يمهد كرة في مناطق نابولي تضيع، تنتهي مسعود وسيل يتقدم، يلعب كرة عند اوباميانغ يسدد، كرة تصطدم بماكسيموفيتش، ركنية لفريق ارسنال. مسعود وسيل، كرة سيليتش، ارون رامسي الحارس، ممتاز اليكس مريت، تصدي رايع من حارس مرمى فريق نابولي. وارسنال يعود لخط الطبيعة الثالث. كرة داخل المنطقة، رصية إلى ضربة مرمى. كرة تحولت لضربة مرمى، رصية كوشيلني أو رصية في موسم 32-33. الكرة السهلة عند بيتر إساي. إنسيني لمارتينز، الكرة السهلة عند بيتر تشيك. فريق أرسنال يحاول استدراج نابولي. نابولي اسمه السابق كان وولتس. كرة في مناطق فريق نابولي، فرصة ثالث والتصدي لحارس أليكس ميرت. التصدي لميرت. أرسنال محاولة للفريق الإيطالي، محاولة خطيرة والأبعاد. الأبعاد في ميليك مهاجم صريح. كرة داخل المنطقة، بيتر تشيك بالقبضة، هجمة في انطلاقة، أرون رامسي إيمان مختاريان تضيع الكرة، الضربة القاضية للطليان، كرة عند أرون رامسي الويلسي يلعب كرة عرضية لي كوليبالي، فرصة للطليان ولكن في الصافرة 2-0. كرة ترجع لخون خوسيه ماريا، كرة خطيرة ولكن الدفاع الثالث والثالث قريب والحارس يتصدى، فرصة الثالث والهدف الثالث يضيع. مريت يا رايا، مريت أنت المانيفيكو، أنت الرايع يا حارس مرمى نابولي. لولا ملك يمرر الكرة في اليسار، ملك بينما ميتلامب الأرسنال المتقدم لورينزو سيني، هيا ضيعها البولندي، كرة العودة وحياة الأمال. إنسيني في الشوط الأول ضيع فرصة سهلة والبولندي يضيع الفرصة لأسفيتين بالكعب يبرر. كرة سيليتش ينطلق، فرصة ثالث ولكن تدخل من ماكسيموفيتش. كرة سيليتش صاحبة على فريق الإيطالي، فرصة إيطالية، محاولة طليان ولكن في إشارة وفي تسلل وركل مخيتاريان. الأرميني يحاول يعكس كرة عطية والثالث يضيع. أرون رامسي ولا أسهل يا ويلسي، ولا أسهل من الضربة القاضية. أوسعي البوستي يعكس كرة عطية خطيرة، الدفاع يتابع. أعلن كرة في العمق الآن، تضرب دفاع فريق الأرسنال، محاولة خطيرة ولكن أوروبا. كرة من الناس يصدد الجزائري، تصويب من هذا من الناس والكرة عند